لابد أن تكون هناك جدية في التعامل مع الأخبار. لماذا؟ لأنه أصبحت كثير من مصادر الأخبار اللي لا نعرف مصدرها الحقيقي بسبب هذا الواقع الافتراضي اللي يتحرك فيه فضاء الإعلام في العالم. لا يكفي أن نكون فقط، ولكن يكفي أنه يجب أن نحمل الصحفي والمؤسسات الإعلامية مسؤولية تبعات ما ينشر على صفحاتها، وحتى صحافة المواطن عليها على المواطن على الفرد أن يتحمل مسؤوليته، لأن التدخل في الخصوصية وأعراض الناس و تجني على الآخر هو في الحق فعلي يعاقب عليه القانون، وقبل على ذلك يعاقب عليه تشريعات. على الصحفي أن يتدارك هذه المخاطر، يتدارك هذه السقطات بالتعلم من تجربته. طبعا تجربة فتية، ولكن لا يجب أن تبقى فتية، لأننا مطالبون بأن نتعلم كل يوم، سواء كدولة مطالبة بتشريع واقعي، تحسين وضعية الصحفيين، فتح مصادر الخبر، إجبار المؤسسات الإعلامية على إقامة دورات تكوينية لصحفيها، وكذلك القارئ كذلك أو المتفرج أو المشاهد أو المستمع هو مطالب كذلك بأن يكون حذر في تعاطيه مع بعض الأقلام المسمومة أو المشكوك فيها، خاصة تلك التي ثبت تآمرها على مجتمع من مجتمعات أو ثقافة من ثقافات أو قيم من قيم المجتمع.